أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الساعة. في بانوراما الساعة لهذا اليوم نتحدث عن شؤون فلسطينية وإسرائيلية، أيضا نتحدث عن آخر ما استجد في قضية إضراب الأسير محمد علان عن الطعام. يعني آخر الأنباء تفيد بأنه هو في غيبوبة الآن. نتحدث عن التجاهل الإسرائيلي للضغوطات الفلسطينية والدولية والحقوق لمحاولة الإفراج عنه والاستجابة لمطالبه، بالإضافة إلى العنف في أراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين والسياسة الإسرائيلية الجديدة، بالإضافة إلى استهداف الرئيس محمود عباس، هذا الاستهداف الذي نراه للمرة الأخرى للرئيس الفلسطيني بعد الراحل ياسر عرفات. حول هذه الموضوعات يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أكرم عطلة الكاتب بجريدة الأيام، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم أستاذ المشاهدين. يعني لازلنا نتحدث عن قضية الأسير محمد علان، ما زالت يعني هناك دائما للأسف أخبار من سيء إلى أسوأ، على الرغم من الذهاب باتجاه إطعامه قسريا إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الموافقة عليه إسرائيليا بسبب يعني سوء صحته حتى اللحظة. يعني كيف تقرأ هذا الموضوع الآن؟ يعني هذا ليس الأسير الأول الذي يبدأ إضرابه ويصل إلى حافة الموت. نعم. قبله في أكثر من أسير، وهذا ربما يسلط الضوء من جديد على موضوع الأسرى، ويسلط الضوء من جديد على السلوك الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين. طيب يعني افترض إسرائيل أنه تخشى المحكمة الدولية، مش هيك؟ يعني أصبحنا عضو بالمحكمة الدولية. نعم. وإذا كان خلال السنوات الماضية والعقود الماضية تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تستجيب لكل النداءات الدولية ولا يعنيها كل ما كتب بخصوص الأسرى واتفاقية جنيف وحقوق الإنسان واتفاقية لاهاي وكل التفاصيل اللي تخرقها إسرائيل بموضوع الأسرى، نعم، في أكثر من شغلة تستدعي محاكمة إسرائيل بالمحكمة الدولية. طب لماذا لا تخاف إسرائيل؟ بصراحة هناك أسئلة كبيرة، نعم، تطرح على موضوع الأسير محمد علان، وهو حالة بصراحة يعني تحية لأهله والتحية لبلدته والتحية لهذا الشعب الذي ينتج هذا المستوى من الإرادة بصراحة، يعني في ظل ما تفعل إسرائيل من استيطان واغتصاب للأراضي وتنكيل بالفلسطينيين وحصار لقطاع غزة وضرب ثم ضرب لقطاع غزة، وكأنه الإرادة الفلسطينية تبدو يخرج لنا حدا من الأسرى دائما، وهم مدرستنا الحقيقية الصحيحة التي تقدمت صفوف، مش مصادفة. نعم. هؤلاء الأسرى هم الذين حملوا أرواحهم على كفهم وذهبوا وقالوا نحن ندفع عمرنا ثمنا لحريتكم، شكرا لهم يعني. وبالتالي هؤلاء يتطلب علينا جميعا أن نقف إلى جانبهم، أن نؤازرهم، أن نساندهم، لأنهم يخوضون معركة إرادتنا وليس معركة إرادتهم وحدهم. هم العينة الطليعية في هذا الشعب، هم الأكثر تضحية والأكثر فداء بهذا الشعب. لكن هذه المعركة التي تستدعي، شو بتستدعي؟ كما تتحدث كثيرا عن كل ما تستدعي كل معاركنا، بس هو النموذج اللي بيقدمه الأسير الآن، نعم، في ظل حالة التراجع وفي ظل حالة الاستقواء الإسرائيلية وفي ظل حالة العربدة الإسرائيلية والهبوط الفلسطيني، بيجي أسير فلسطيني وبيرفع رأسه عاليا وبقول سأثبت أن الإرادة الفلسطينية قادرة على الانتصار على جلاد إسرائيل، وقد ثبت العساوي والأسير الأسرى الآخرين كلهم ثبت أنهم انتصروا على الجلاد الإسرائيلي. ولكن ربما هذا يسلط الضوء، قلت، على السلوك الإسرائيلي، وهذا بحاجة إلى أن تحاكم إسرائيل بموضوع الأسرى. شو في نص واضح؟ نعم. إذا قامت أي دولة، أنا مش قانوني، إذا قامت أي دولة، هي ثقافة عامة، باحتلال أراضي دولة أخرى وقامت باعتقال ونقل هؤلاء المعتقلين إلى داخل أراضيها، فإنها بذلك ترتكب جريمة حرب. يعني سجن عسقلان، سجن الرمل، سجن النقب، وكل هذه السجون ونفحة وكل وعتلية، كل هذه، وجود السجين الفلسطيني من أراضي 67 وفقا للقانون الدولي، ولا نعم، قانون الدولي بيقول انه هاي اراضي اسرائيل وهي اراضي 67،
وجود أسرى فلسطينيين في هذه السجون هو جريمة يحاكم، يعني جاهزة بس نوديها للمحكمة. نعم. نقول إسرائيل ترتكب الجريمة لأنها تنقل أسرى من هنا لهنا. هل تعمل إسرائيل حسابا لهذه يعني لهذا لا الموضوع؟ لا. لأنه يعني ما زلنا نتابع، هناك تحدي يعني حتى في قضية الأسير محمد علان هناك تحدي، كان هناك قانون وكان هناك على الرغم من كل النداءات الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، إلا أنه ما زالت إسرائيل تمضي في مصرة على ما بدأت، لأنها لم تحاكم حتى اللحظة. نعم. حتى اللحظة كل ما 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 يخص إسرائيل هو مجرد تصريحات، لم تجر إسرائيل للمحاكم، لم تحاكم. نعم. وأي لص وأي مجرم إذا استمرت العدالة تتواطأ معه، وإذا ولا مرة انسحب على قفص الاتهام، لماذا يتوقف عن أن يكون لصا؟ نعم. ما هي اللصوصية مربحة وبتجيب فلوس بطريقة سريعة جدا، شو اللي بيوقفها وبيمنعها؟ القانون. نعم. الخوف من القانون. طيب لص بظلوا يسرق أرض ويسرق أرض وما فيش حدا بوقفه، طيب هو كسبان يعني المعادلة، ليش وقف؟ لص مرتكب كل الجرائم والقانون بحاكم كل الناس إلا هو مجرم، ليش توقف عن ارتكاب الجرائم؟ نعم. هو مكسب بالنسبة له يعني. هذا هو، عندما تدخل إسرائيل مرة واحدة قفص الاتهام ويحاكم جزء من قادة إسرائيل على جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، حينها ستصحو إسرائيل. أما الآن يعني في تعيش نشوة أو هي سكرانة خمر. نعم. الانتصارات زي ما قال تشرشل في أحد كتبه، إن إسرائيل بتعيش حالة من وهم، وهم القوة، وهم إنها فوق القانون، وهم كذا، وبالتالي تتصرف ولا مرة بحاجة إلى هز إسرائيل. وإحنا كمان هذا الموضوع أنا بشعر أننا مقصرون. نعم. حقيقة في كل مرة ترتكب الجريمة وفي كل مرة نقول أننا سنذهب للمحكمة الدولية ولم نذهب للمحكمة الدولية. قديش في ملفات جاهزة ذهبت للمحكمة الدولية؟ ملف الشهيد زياد أبو عين، قتل في وضح النهار لوزير فلسطيني، ماذا حصل في هذا الملف؟ وكثير من الملفات وملف عائلة الدوابشي وكذا. وفي كل مرة نخشى أن تكون التصريحات الفلسطينية لامتصار ردات الفعل. بحاجة إلى أن تحاكم إسرائيل على الأسرى وموضوع الأسرى. المسألة الثانية حتى لا نبرئ أنفسنا كمان، الإعلام الإسرائيلي الفلسطيني والشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية والمعارضة الفلسطينية وكله، ماذا نفعل بخصوص الأسرى؟ نعم. خيام الأسرى هي خيام مش حاشدة بالناس. لم تعد قضية الأسرى أولوية وطنية. نعم. ما عادتش في قطاع غزة، ما وصل إليه الحال في قطاع غزة، وأنا بشوف خيام الأسرى بقطاع غزة فيش كهرباء وفيش مية وفيش معابر وفيش إشي ممكن ينحكى. أسهل إشي نعد اللي فيه، مش هيك اللي بتقول؟ شو فيه بغزة ممكن نعد، بس شو فيش في غزة أبدها يومين تنعد. بالتالي كل هذه القضايا من أوصل غزة إلى هذا المستوى من الفقر والبؤس والحرمان وكل هذا الذي يحدث والدمار ودمار البيوت، جعل قضية الأسرى تتراجع. وهذا مش تبرير لتراجع قضية الأسرى، بل يجب أن تبقى قضية الأسرى هي الأولوية الوطنية. لماذا؟ فلسطين أستاذ منى احتلت 42 مرة. نعم. القدس تحديدا 42 احتلال مرة على القدس. نعم. وظلت على رأي محمد الوهاب الأرض بتتكلم عربي، كله بيطلع بضلها الأرض عربية. صحيح. ما فيش خوف عليها، بس الأسير لا ينتظر. بالتأكيد. الأرض تنتظر، بس الأسير بينزف سنوات، كل نعم. يوم بينزف عمره. دعنا نطمئن على الحالة الصحية للأسير محمد علان. معنا على الهاتف والده من نابلس. أهلا وسهلا بك سيدي، حياكم الله. يعني طمئنا بداية على حالة الأسير المحامي محمد علان. حقيقة أنت بتعرفوا كثير عن الحالة، لكننا نحكي اللي حكى لي يا طبيب الصليب الأحمر. نعم. مباشرة. وأنا كوالد الأسير بحترم كل رأي صدر من المحامين أو من الشيخ خضر عدنان على أنه ممكن اللي أنا التصرف اللي كنت فيه يكون مش لصالح ابني. أنا بدي أوضح الصورة اللي رأيي الآن ككل. طبيب الصليب الأحمر. نعم. رائد أبو ربيع اتصل فيه وبلغني بصورة واضحة وجلية وصريحة، قال لي أنت والد الأسير وهو الآن مغيب عن الوعي، قرار بإيدك. بعد الفحوصات
دقيقة على جسد ابني محمد علاج أثناء الغيبوبة. اتضح لهم إنه في رشح من المرارة لجسم المريض. معروف إنه هذه المرارة لما بترشح على معدة ممتلئة بتكون لصالح المريض، لكن لما بترشح على معدة استمر صاحبها بالامتناع عن الشراب والتغذية 60 يوم، خلينا نقول من خلال 59 يوم، استمرار الرشح هذا يؤدي إلى تسمم مستقبلي في أي لحظة، وبالتالي يمشي مع الدم وتصير حياة ابني في الخطر الشديد. فكان لي لك الخيار، أنا بدك بركز على هاي النقطة تحديدا حتى نوضح الصورة لكل مختص، لوسائل الإعلام، للمحامين، لكل المحبين لمحمد علام. أنا والد محمد علام بتعاملش بالعاطفة كمان، نعم. أنا بتعامل كمان بمنظور طبي، أنا بعالج بالأعشاب الطبيعية وإلي معاشرة مع المختصين الأطباء وعندي خلفية جيدة. لما ناقشت طبيب الصليب الأحمر قال لي لما شرحت لك الصورة وأعطيتني الإجابة عرفت إنك أنت عارف وضع ابنك معرفة جيدة مثل أي طبيب مختص، وهذا الحكي ترجع فيه الطبيب نفسه حتى لا تقول هذا الإنسان إنه بيبالغ في تصوير نفسه. السؤال المطروح الآن حطني أمام خيارين، إما أن تترك ابنك من هون لما يفيق من غيبوبته واحتمال التسمم وارد وأنا بتحملش المسؤولية كطبيب، أو إنك تسمح لنا نتدخل مثل ما تدخلنا عليه في الغيبوبة حتى ننعي جسمه نخلص معدته من السموم بالطريقة اللي احنا بنعرفها وفي حد ثاني بيقدر يعرفها. سألته قلت له ألا يخشى أن يتخذ من الجانب الإسرائيلي هذا عذر ويحاول أن يؤول الموضوع على أنه تغذية قصرية؟ قال لي إحنا المسؤولين وأنا اللي كتبت في الملف ومستعد أرد على كل وسيلة إعلام وأرد وأضحب على أي جهة إسرائيلية إنها تستغل هذا الموضوع الإسعاف المحض لخطر وسيلة على حياة الإنسان، تدخلنا تدخل علاجي وليس غذائي، وهذا مدون في ملف محمد علام من قبل رائد أبو ربيع اللي أبعثت جنيف من سويسرا خصيصا للإطلاع على حالة ابن محمد علام. نعم. وفي طبيب ثاني مناوس، في طبيب السلطة الفلسطينية، في طبيب اللي هو من نفس بردلاي رئيس قسم الإنعاش، كلهم الآن صارت عندي صورة واضحة سواء الطبيب اليهودي أو الأطباء الصليب الأحمر أو طبيب السلطة الفلسطينية مدركين إدراك صحيح لحالة الخطورة، ويعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأي منهم أنه يتجاوز المهنة اللي هي بالأول والأخير حماية المريض في مثل هذه الحالات. هذا من جانب الصحي. أما من جانب السياسي أقول لنتنياهو، أنت الآن جالود المتعنت المتجبر، ومحمد علام داود اللي قاوم جبروت جالود بما يمتلك من أدنى ما يمتلكه المحارب، والآن محمد علام يحاربك بالقيود ويفضحك أمام العالم. صحيح. وهذه الأسلحة التي يحاربك بها محمد علام هي هذه الأجهزة التي يخضع لها الآن في الإنعاش. أيها المتوحش، إنك لست إنسانا بمعنى الإنسانية بالتأكيد. يعني سيدي يعني هذا أمر ليس جديد على نتنياهو وحكومته، والسياسات الإسرائيلية دائما تستهدف المواطن الفلسطيني في الأسر خارج الأسر، وهي محاولة لتركيع الفلسطينيين كيفما كان. بالتأكيد نحن هنا نتحدث عن حالة مقاومة واضحة جدا، وهو يعني أمر ليس جديد على الفلسطينيين. أشكرك جزيلا والد الأسير محمد علام. أنه سينتصر وسيخرج بإذن الله.
نعم فقدنا الاتصال. إذن أشكرك مجددا والد الأسير محمد علان، كنت معنا على الهاتف من مدينة نابلس أو محافظة نابلس. يعني مجددا أستاذ أكرم، نتحدث عن حالة مقاومة واضحة جدا، نتحدث عن تحدي، يعني هو أمر ليس جديد. حتى عندما كنا نتحدث إلى عم الطفل الشهيد علي دوابشة كان يتحدث عن حالة مقاومة بشكل أو بآخر، يعني تضحيات الشعب الفلسطيني هكذا بدأت وهكذا سوف تستمر، وهو يعني عبارات واضحة جدا وقوية ورسالة قوية أيضا للحكومة الإسرائيلية. لماذا يصمت العالم على هذه الجرائم؟ هذا السؤال الدائم اللي رافق قضيتنا منذ عام 48، والفلسطيني عندما خرج عام 48 كان هناك سؤال لماذا صمت العالم؟ نعم. وب 2015 لماذا يصمت العالم؟ هذا السؤال المزمن، يعني هو صديق الفلسطينيين وعدوهم هذا السؤال. نعم. ببساطة شديدة، لأنه العالم يعمل في إطار السياسة، والسياسة مصالح مش مبادئ ولا أخلاق. نعم. واللي بيفترض العالم هو الدول هي جمعية خيرية بكون غلطان. دول العالم هي عالم المصالح وتشابكات، وإحنا ربما ما أجدناش فهم العالم، مش إحنا الفلسطينيين، العرب يمكن إحنا الفلسطينيين أكثر ناس بنقدر نشتغل سياسة ارتباطا ب يعني المطرقة التي على رؤوسنا علمتنا كيف نعمل على الأقل أفضل من غيرنا. نعم. بس الحالة العربية كلها لا تشكل شيء بالنسبة للعالم. إحنا العرب كلهم إحنا مسألة واحدة، إحنا بترول بياخذوا من عنا، وإحنا سوق سلاح نقتل فيه بعضنا. بس صرنا معروفين شو يعني. نعم. بالنسبة للعالم، وبالتالي العالم اللي صار بيضغط علينا مش إحنا اللي بنضغط على العالم. شوف انقلبت الآية، ممارسة السياسة، ماذا لديك من أوراق وكيف يمكن استخدامها للضغط وعن الحصول على قرارات سياسية. ينتظر العالم، لأنه العرب لا يشكلون شيء في السياسة الدولية. نعم. حقيقة في ذيل الأمم، ولا بالتكنولوجيا ولا في الصناعة ولا في التحديث ولا في المعادن ولا في البترول ولا في شيء على الإطلاق، ولا في صناعة السيارات، ولا كل هم العرب لديهم بعض معلومات أمنية يبيعوها فقط. يعني أجهزة أمنية في العالم العربي. نعم. تستطيع أن تورد معلومات عن أفراد يمكن أن يهددوا أمن الولايات المتحدة الأمريكية ولا أمن أوروبا ولا بصراحة حقيقة. نعم. ما ظلناش هذه السياسة، يعني بديش أقول أن العالم عاطل والعالم ظالم، هذه الأسطوانة التي تتكرر. نعم. منذ الانتفاضة الأولى وبنسمعها، وبكل أسف بنسمعها لسان مسؤولين. المسؤول لازم يقول العالم ظالم، لا أنا بقول العالم ظالم. نعم. الكاتب المحلل، بس المسؤول عندما يرى هذا العالم الظالم كيف يمكن أن يأخذ شعبه إلى بر الأمان وهو يرى. نعم. موازين الظلم في هذا العالم. إذن عندما نتحدث عن علاقات سياسية ومصالح تحكم العالم، كيف لنا أن نثق بالعدالة الدولية؟ هي العدالة غير منفصلة عن المصالح، وعشان ما نبالغش مظبوط، والمحكمة الدولية ومؤسسة الأمم المتحدة كل هذه مؤسسات تدار وفقا لقرارات سياسية. صحيح. وشفنا المدعي العام المحكمة الدولية أوكامبو قديش لاحق الرئيس السوداني، يعني كان رأسه مطلوب أبدا، وعندما قسم السودان انتهت القضية سبحان الله، ما فيش حد بلاحق عمر البشير على أي شيء، لأنه تنازل عن نصف السودان وأقام العالم الدولة التي تريد. وبالتالي حديث عن العالم، أولا الفلسطيني كان له تجربة سابقة، الفلسطيني بده حقه. نعم. وإذا ما أخذش حقه عليه أن يهدد العالم، أنا برأيي هيك. وكان الرئيس ياسر عرفات يدفع الأمور نحو الهاوية ويشعر العالم أن الأمور في طريقها إلى الانهيار والانفجار. وكل العالم يجي يتدخل. وأنا أقول لك مثلا. نعم. حرب 73 جزء منها مختلفين لليوم عليها شو هي الحرب. في اجتماع وردوا الأستاذ محمد حسنين هيكل، قال رئيس السادات سأل وزير المالية، قال له قديش عنا عملة صعبة، قال له 15 مليون دولار. قال له بس 15 مليون دولار؟ نعم. قال له 15 مليون دولار، قال له إذن مولع، ولع البايب بتاعه. فقال له تولع إيه سيادتك، البايب ولا المنطقة؟ قال له منولع المنطقة وكله يجي يطفي ويدفع. يعني أحياناً على السياسي الفلسطيني أن يدفع الأمور نحو الهاوية. صحيح. أما هذا الوضع. نعم. اللي وصلنا له أننا لاجئين و70 سنة لاجئين. نعم. وأصبحوا يمنوا علينا بلجوءنا
واذا بدنا نظلنا لاجئين يعطونا مصاري بدنا نلتزم بالشروط عشان الوكاله تمشي والتدريس صحيح. يمشي. لا هذا لا يجوز. نعم. وعلينا ان نشحد همه الجامعه العربيه. الام نعم. العربيه عندها موارد كثيره وتستطيع ان تستغل هذه الموارد. وهناك تجربه في السبعينات الملك فيصل رحمه الله عندما يعني وقف موقف الى جانب حرب 73 وبالتالي نعم. كان يعني في هذه أمة مش ممكن أمة أن تصل إلى مرحلة أن يتعامل معها العالم وكأنها أقل من جناح بعوضة. نعم. هذا شيء مؤسف. وبالتالي كيف يمكن أن يتعاطى مع القضية الفلسطينية؟ نعم. وهذه القضية بنت أمي لا تساوي في 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 موازين السياسة لا نعم. تساوي شيء بالنسبة للعالم. دعنا نتحدث عما لدينا. هل تتجه الأوضاع في الضفة الغربية نحو الهوية؟ يعني نشاهد قطعان مستوطنين تطلق الحكومة تطلق يدها بين الأراضي الفلسطينية بين الفلسطينيين، جرائم متكررة ومتعددة. والآن نلاحظ أنه في ردود أيضا فلسطينية فردية لا تتبع لتنظيمات. يعني من الواضح بأن هناك حراك ربما دعمته السياسة الإسرائيلية، لكن إلى أين يتجه؟ شوفي أحيانا الحكومة الإسرائيلية هذه بتعتقد، وأودها نتنياهو بالمعنى الشخصي بصنفه كثير من الصحفيين الإسرائيليين، أنه حد الذكاء حد الغباء. نعم. يعني كل شيء بيزيد عن حده وبنقلب ضده. في أكثر من مشهد، الملف النووي الإيراني واكتشف أنه كذا، العلاقات مع أمريكا اكتشف ذهب بعيدا إلى حد أنه خسر. أطلقت قطعان المستوطنين في الضفة الغربية، عملية دور التسمين، ضخ أموال، بناء مستوطنات، سيطرة أراضي، كل ذلك أعطى المستوطنين نوع من القوة. ونتنياهو حتى الناس بتنفصل أو الناس أخذت بكلام حديث نتنياهو المختلف عن الجريمة التي ارتكبت في الضفة الغربية. نعم. لا ما هو علينا أن لا ننسى أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية بأربعة أيام استدعى نتنياهو زعماء المستوطنين وقال لهم إذا لم أفوز احزموا حقائبكم للرحيل. نعم. وبالتالي استنفروا ففاز نتنياهو. إذا بدنا نقول من له فضل على نتنياهو بأن يكون برئاسة الحكومة؟ المستوطنون. مشان ما منتوهش بالتفسير ونفترض أن نتنياهو سيتخذ إجراءات ضد المستوطنين. لا، هؤلاء المستوطنون مدعومون من الحكومة الإسرائيلية بالمال والسلاح والجيش يحرسهم. نعم. والوضع الاقتصادي والترفيهي والتسهيلات وكل كل شيء. لكن هذا الدعم اللي أعطى قوة للمستوطنين سيستمرون في ممارسة هذا الشكل من الفوضى والانفلات. نعم. دون رادع من الحكومة الإسرائيلية لأنها هي التي تدعمهم. لا تستطيع، لأنه لما وزير الجيش الإسرائيلي وزيرة العدل اتفق على أن يقدم لنتنياهو اقتراح بوضع بعض المنظمات المتطرفة. نعم. بالضفة الغربية على لائحة القوائم الإرهابية، رفض رئيس الوزراء. وبالتالي لكن هذا الأمر سيولد انفجار. هذا لعب بالنار. نعم. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية لعب بالنار. الرد الفلسطيني لا يمكن لأنه مخالف لقوانين الطبيعة. الكل فعل له رد فعل بالتأكيد. مضاد له في 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 المقدار، لا نتحدث مضاد في الاتجاه. نعم. وموازي في المقدار. لا نتحدث فقط عن الأوضاع الميدانية أيضا. يعني منذ فترة ونحن نسمع عن مصادر إسرائيلية ونحن نعلم بأنه في إسرائيل يعني أو استراتيجيات توضع ويتم العمل عليها من قبل جميع الشرائح. أيضا هناك استهداف للسيد الرئيس محمود عباس على غرار ما كان قد حدث مع الراحل ياسر عرفات، وما يعني بأن هناك استراتيجية متكاملة لتغيير الحالة ورسم مخططات جديدة. صحيح. ماذا برأس حكومة نتنياهو؟ شوفي هو الأمر بدأ منذ فترة طويلة. نعم. بس الفلسطينيين بتأخروا لما يقرأوا دائما لأنه الشأن الإسرائيلي وكأنه شأن نيوزيلندي، مش كثير مهتمين فيه. أنا بستغرب ليش، مش عارف، رغم أنه مشغول بالتفكير ليل نهار بالفلسطينيين. نعم. منذ أن كان ليبرمان وزيرا للخارجية كانت تصدر منه عبارات أن أبو مازن أخطر من ياسر عرفات، أنه في هناك داعي ليرحل وليرحل وكذا. لماذا؟ لأنه إسرائيل بالأعوام الأخيرة تشهد نوع من العزلة السياسية. نعم. واللي كان محذر منه براك تسونامي سياسي، واللي بيعتبره أن سياسة الرئيس الفلسطيني أبو مازن هي سبب لهذا، لأنه دولة لا تريد مفاوضات والرئيس الفلسطيني يتحدث دائما ليل نهار عن المفاوضات، مش معطي لإسرائيل مبرر أنها ترمي الكرة في الملعب الفلسطيني بالمعنى السياسي. هذا خنق إسرائيل.
وبالتالي هذا 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 طبيعه هذا طبيعي ان يصل الصراع بين الفلسطينيين حتى بالمعنى السياسي الى هذا الحد، وان يكون الرئيس الفلسطيني نقيضا الى هذا الحد، رجل يطالب بالمفاوضات ولا حل غير المفاوضات، ويتحمل كمان انه ما فيش انتفاضه ثالثه وما فيش انتفاضه وما يعني قديش تحمل حتى انتقادات من شعب، ومع ذلك هذه السياسه كانت على النقيض تماما للسياسه الاسرائيليه. السياسه الاسرائيليه على المستوى الدولي فاشله، تستوطن، تدير ظهرها للعالم، تغلق المفاوضات، تعتقد انه كل الازمه هي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتاكيد، وبالتالي من الطبيعي انه هذا التناقض يصل الى نوع من الرغبة الإسرائيلية بتغيير الرئيس الفلسطيني. هذا حقيقة، هذا صحيح. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ أكرم عطالله الكاتب بجريدة الأيام، كنت معنا. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج بانوراما الساعة، لكن بعد فصل قصير. المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما علي قست أيامك يا الدهر، يكفيني كل الفخر إني فلسطيني. هو علمت وذنت بك ونطيح فلسطيني منطيح، علمت وذنت بك ونطيح فلسطيني منطيح، أو روسنا بالعلالي. هو يا قبل ما يهزك ريح، هو عزتنا فلسطينية، هو مين احنا فلسطينية، والكوفية فلسطينية، هو روسنا بالعلالي. يا قبل ما يهزك ريح، فلسطين أهل الصمود. هو يا قبل ما يهزك ريح، هو مين احنا فلسطينية، هو عزتنا فلسطينية، هو مين احنا فلسطينية، والكوفية فلسطينية، هو روسنا بالعلالي. يا قبل ما يهزك مشاهدينا الكرام. نتحدث في ملف البانوراما عن جهود وزارة الشؤون المدنية في تسهيل تحرك المواطنين بين أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، تحديدا من قطاع غزة. نتحدث عن أزمة كبيرة منذ عام 2007 نتيجة الإغلاقات المتكررة لمعبر رفح البري، لم يعد هناك مخارج بديلة سوى معبر بيت حانون للانتقال نحو العالم الخارجي. نتحدث عن فئات تحتاج كثيرا للتنقل مثل المرضى الذين تصدر لهم تحويلات للعلاج، نتحدث عن الطلاب الذين يدرسون في أراضي المحافظات الشمالية، نتحدث عن من يضطرون للتنقل إلى العالم الخارجي عبر معبر الكرامة. نتحدث عن التسهيلات التي تقدمها الوزارة، وزارة الشؤون المدنية. يسعدني أن أرحب بضيف في الاستوديو الأستاذ محمد المقادمة، مدير التصاريح للمنظمات الأهلية بالمحافظات الجنوبية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية يعني أستاذ محمد، نتحدث عن ضغط كبير على وزارة الشؤون المدنية فيما يتعلق باستصدار التصاريح، وكما أشرت لم يعد هناك خيارات كثيرة للمواطنين. لو تحدثنا بداية عن عدد الموظفين العاملين في الوزارة في قطاع غزة.
أولا مساء الخير للجميع. بصراحة الجهد الكبير على الشؤون المدنية في هذه الفترة هو نتيجة الحصار المتواصل منذ العام 2000 بعد الانتفاضة الثانية، واشتد الحصار أكثر بعد الأحداث الانقلاب اللي تحدثت في 2007. بمعنى أو بآخر كان في هناك أكثر من قناة لتسهيل عبور المواطنين، منها كان في مطار وكان في معبر رفح موجود وكان في أصلا معبر إيرز، وبالتالي كان مجموعة هذه المعابر اللي كانت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لفترة، لأنه هم أصحاب ما زالوا قوة احتلال وهم عليهم المسؤول الكبرى إلى أن يكون هناك يعني كيان فلسطيني مستقل بحيث نتحرك بحريتنا. نتيجة تدمير المطار رفح ونتيجة إغلاق معبر رفح أصبح الممر والمعبر الوحيد هو إيرز، وهذا مر بمجموعة من الإغلاقات أو مجموعة من التضييق الشديد على قطاع غزة، بحيث أنه أصبح أن الحصار محكم وكانت فقط جزء فقط من الحالات الإنسانية. الشؤون المدنية هي الهيئة الوحيدة المتبقية في غزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي في العقل الجمعي للسكان قطاع غزة وكان كل حلول المشاكل تأتي من هذه الجانب، لأنهم مدركين تماما أن الحلول فقط هي من السلطة الوطنية، وما دون ذلك هي لا يوجد أحد يستطيع أن يقدم حلول. وبالتالي هذا ألقى بعبء كبير على وزارة الشؤون المدنية كجسم وحيد في ظل 2 مليون مواطن موجودين في غزة عندهم متطلبات حياتية يومية لها علاقة بخروج طلبة وخروج مرضى وخروج مسافرين، ويعني مجموعة المتطلبات اليومية اللي هي حالات بصراحة يعني محزنة جدا في أغلبها. صحيح. وهذا الطاقم الموجود يعني الحاقم بالسؤال، الشؤون المدنية فقط لديها 154 موظف في هذه الهيئة، موزعين كانوا على جزء من المعابر وموزعين على الإدارات المختلفة، هذا هو فقط مجموع الموظفين القائمين على العمل. وبصراحة شديدة هذا الضغط الشديد لا تستطيع هذا الكمية فقط من الموظفين أن تقوم بالشكل المطلوب من جانب للطلبات الهائلة من المواطنين، وفي نفس الوقت لا يعني قلة التصريح الموجودة، التصريح التي تخرج للخروج عبر إيرز لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الفلسطينيين في غزة. نعم. ولكن بجهد كبير من السلطة الوطنية ومن رئيس الهيئة الشؤون المدنية ومن وكيل السيد أبو جهاد حسين الشيخ ومن السيد ناصر السراج في غزة، هناك يقوم بجهد وأيضا مجموعة الموظفين بجهد كبير حتى نحدث اختراقات دائمة، بأنه نؤكد على أنه يجب أن تكون في سيرورة لخروج المواطنين بحاجاتهم المختلفة عبر إيرز، وهذا دائما يعني يحتمل المزاج الإسرائيلي والوضع السياسي وتفاصيل أخرى، يعني نعم. بزيد وبينقص. يعني بداية إذا أردنا أن نتحدث عن الإجراءات المتبعة للحصول على تصاريح من قبل المواطنين، كان في أعتقد أنه كان المواطنين أنهم فقط بيسمعوا أنه في هيئة للشؤون المدنية بتصدر تصريح، طب كيف شكل التصريح بتصدره لمين بتصدره ما كانش حدا بيعرف، وهذا يعني كان على يعني على على قلة المعلومات اللي بتصل المواطنين، وكانت الهيئة مش هي المسؤولة عن الموضوع. احنا اتخذنا مجموعة من الإجراءات لحتى نعرف المواطنين بما هي المعايير التي عليها يمكن إصدار أو تقديم طلب للتصريح. نعم. تقديم طلب للتصريح هو غير عن خروج تصريح. يعني أصدرنا على حبر وسائل الإعلام، أصدرنا على بوابة الوزارة في كل مكان نصدر ما هي الشروط الواجبة عند التجار إنهم يقدموا تصريح، أو عند المواطنين يعني الذي يتوفر لديه هذه المتطلبات يمكنه تقديم تصريح. تقديم التصريح شيء وخروج التصريح شيء آخر. نعم. وأعتقد أنه بدأت توصل اثنين، أعتقد أنه باللقاءات اللي صفت مختلفة مع قطاعات مختلفة من مجتمع مدني من صحفيين، صرنا أكثر بنوضح للناس يعني في هالجسم الموجود في غزة انه شو هي المعايير التي مطلوبه من المواطنين، واعتقد انه جاري يعني تعريف المواطنين اكثر، وبلش المواطنين يشعروا بالضبط ما هو المطلوب، وبالتالي بدات العمليه تنتظم بالذات في الفتره الاخيره، لانه شوي صار في جزء من خلينا نسميها التسهيلات او بعرف شو بدنا نسميها يعني تسهيلات ولا شو هدفها، بس على الاقل العدد بيزيد، وبالتالي طاقة الوزارة في العمل صارت يعني بتزيد شوي شوي. احنا متوائم مع احتياجات ما بين الجمهور وما بين يعني شو مشكلة الشؤون المدنية انها موجودة في واقع تتعامل مع احتلال عمليا للإسرائيليين، بغض النظر شو متفق هو عمليا ما زال قوة احتلال. صحيح. ونحن في بيئة فيها خصم سياسي بصراحة، يعني لا احنا خلصانين مع الاحتلال اللي بنواجهه على الطاولة، ولا احنا قادرين ناخذ راحتنا في منطقة عمليا احنا موجودين فيها والقوة اللي تحكم ليست لنا علاقة فيها مطلقة. فهذا يعني خالق عندنا يعني أزمة كبرى بصراحة، أزمة على المستوى النفسي وعلى مستوى الأداء. ولكن رغم كل هذا الظرف أنه وحتى في لقاءاتنا المختلفة أوضحت الوزارة كل المعايير المطلوبة، واستوفت حتى كل المعايير المطلوبة
للشفافيه والنزاهه في الموضوع. سوف نتحدث عن هذا الموضوع اكثر استاذ محمد، لكن دعنا نكون مع هذا الفاصل ثم نعود. مشاهدينا